مشاهدي الأكارم، رمضان كريم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من سلسلة الحلقات هذه التي تحاول قناة الموريتانية من خلالها أن تسلط الضوء على التقدم الحاصل على مختلف القطاعات، على مستوى مختلف القطاعات الوزارية. اليوم نسلط الضوء على قطاع التجهيز والنقل، أحد القطاعات التي يعتبر البعض أنها أساسية، بل أنها كانت رافعة لما حصل خلال الفترة الأخيرة، وأنها كانت أحد مرتكزات برنامج رئيس الجمهورية في المأمورية، بل المأموريتين المنصرمتين، وأحد أبرز مجالات العمل التي تقدم فيها العمل بشكل ملحوظ، في حين يرى البعض الآخر أن هناك رزمة، بل مجموعة كبيرة من الانتقادات والملاحظات التي توجه لهذا القطاع. إذا مشاهدي الأكارم، سيتمحور نقاشنا حول ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول يتعلق بالاستراتيجية العامة لهذا القطاع، أما المحور الثاني فيسلط الضوء على البنى التحتية لنتطرق في المحور الأخير للنقل. إذا مشاهدي الأكارم، معي لتطوير نقاشي حول هذا الموضوع المدير العام للبنى التحتية للنقل حمودي والمحمد سيدي، أهلا وسهلا بكم سيد المدير. معنا أيضا مدير النقل الجوي بالوكالة الوطنية للطيران المدني باب أحمد والمحمد باب أحمد، أهلا وسهلا بكم. معنا أيضا محمد محمود دنبابا المدير العام للنقل البري، أهلا وسهلا بكم. نرحب أيضا بمحمد فيصل بيروك المدير الفني لميناء نواكشوط المستقل، مرحبا. نرحب بكم أيضا يعقوب مخيطرات المدير الفني لسلطة تنظيم النقل الطرقي، أهلا وسهلا بكم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الأكارم، ونبدأ مع المدير العام للبنى التحتية. ماذا بخصوص الاستراتيجية العامة للقطاع من خلال المجال الذي تشتغلون عليه؟ شكرا. أنا في البداية نشكر الدولة الوطنية لإتاحة لنا الفرصة لتسليط الضوء على المنجزات الهامة اللي حركت فيها القطاع واللي يشهد بها كل حد. وفرد لسؤالكم، الاستراتيجية العامة للقطاع تركز أساسا على تطوير البنى التحتية للنقل، مما يسمح بتأسيس التبادل وخفض كلفة النقل البضائع، نقل البضائع والأشخاص، والمساهمة في تأسيس وزيادة تنافس الاقتصاد الوطني. إذن تركز هذه الاستراتيجية على محاور هي ربط جميع المقاطعات بشبكة الطرق الوطنية، ربط جميع التجمعات وفك الأسلة عنها اللي عندها كثافة سكانية تتجاوز 5000 نسمة، إنشاء شبكات حضرية في مجموع المقاطعات، وإنشاء مطارات في جميع عواصم الولايات، أو على الأقل مدارس بعض الولايات، ما بالضرورة أن نقول مجموع عواصم الولايات. كذلك إنشاء موانئ وأقطاب تنموية على طول الشاطئ الموريتاني. إذن هذه المحاور الأساسية اللي تركز عليها الاستراتيجية للقطاع في مجال البنى التحتية. شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدي الكريم، قبل أن نسترسل في النقاش، فريق إعداد البرنامج أعد مجموعة من العناصر، بينها عنصر عن الاستراتيجية العامة التي هي محورنا الأول. نذهب إلى هذا العنصر ثم نعود. تطوير البنية التحتية في الدولة من المجالات المهمة التي حرص رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز خلال العشرية الأخيرة على تطويرها وفق رؤية طموحة ظهرت جلية من خلال بصمات العمل الجاد والوفاء بالالتزامات التي قطعها فخامة رئيس الجمهورية ذات يوم خدمة للوطن والمواطنين. وقد أكلت المهمة لوزارة التجهيز والنقل التي تعتبر ذراع التنفيذ للحكومة في هذا المجال. وفي هذا الإطار رسمت الوزارة استراتيجية قطاعية 2011-2025، وقد سعت هذه الاستراتيجية إلى جعل قطاع التجهيز والنقل عامل استقرار واندماج من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية اللحمة الوطنية وخفض الفوارق الجهوية. ولتحقيق تنمية متوازنة
عمل قطاع التجهيز والنقل على رسم استراتيجية تساهم بشكل فعال ومباشر في تحقيق تنمية شاملة تأخذ في الحسبان تطوير المجالات البنائية والتنموية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وغيرها من المجالات. كما عمل القطاع على تعزيز المكتسبات وتقويتها وفق رؤية محددة تفي بالتزامات الدولة مع الشركاء الدوليين والوطنيين وتحقيق التوازن الأمثل. شكرا جزيلا للزميل السيد أحمد والسيدنا على هذا التقرير. باب أحمد، ماذا عن معالم الاستراتيجية العامة عندما يتعلق الأمر بالنقل الجوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا نشكر التلفزيون الوطني على الفرصة اللي أعطتنا السامحة لي فرصة نجاحنا ذكروا الإنجازات الكبرى اللي تحققت في مجال النقل الجوي في البلد. الاستراتيجية الكبرى في القطاع اللي هو قطاع تجهيز النقل فيما يخص النقل الجوي، أولا عملية النقل الجوي تخضع ولا تعتمد على ثلاث دعائم أساسية. الأول الطائرات والمطارات والعنصر البشري لازم لتشغيلهم. فيما يتعلق بالطائرات، احنا عندنا شركة نقل جوي ناشئة تم إنشاء خلال العشرية الأخيرة، وتم اقتناء طائرات جديدة تم اقتناءها مباشرة والله في أغلبها من المصانع مباشرة، وعندنا مطارات تم إنشاءها مثل مطار أم التونسي، وعندنا مطارات تم إجراء تحسينات عليها كيف مطار نواذيبو ومطار أطار ومطار زوارات وإنشاء بير مقرين اللي أصبح فيه موجود فيه مدرج بسعة محترمة طولة 3000 متر وعرضه 30 متر اللي يسمح مثلا أكبر الطائرات تقدر تحط عليه وتقدر يتم استغلاله في نقطة قصية من البلد كانت شبه معزولة. هذا جزء من كل. وفيما يتعلق بالعنصر البشري، تم تقوية كفاءات العنصر البشري في سلطة الطيران المدني اللي هي المنظمة اللي هي الوكالة الوطنية للطيران المدني وفي مختلف الأقطاب المرتبطة بها، كيف على سبيل المثال الجهات المسيرة للمطارات الوطنية والعنصر البشري الوطني الكفء مجال الملاحة الجوية اللي كان شبه مغيب، والله حضور خفيف جدا في منظمة آسيا كان هذه منظمة شبه إقليمية وهي اللي موريتانيا عضو فيها وهي اللي متولية تسيير الملاحة الجوية في البلد طبعا تحت إشراف الوكالة الوطنية للطيران المدني ورقابتها. وهذه إنجازات كبرى تجب الإشادة بها ويجب ذكرها ونعتبر عن الاستراتيجية اللي كانت مطروحة ولا الرؤية اللي كانت مطروحة بمجال تطوير النقل الجوي عنها تم التقدم فيها بصفة معتبرة وبصفة كبيرة واضحة للعيان وجلية ودفعت بعملية النقل الجوي نحو الأحسن. محمد محمود دنبابا، ماذا بخصوص معالم الاستراتيجية العامة على مستوى القطاع الذي تديرونه وهو قطاع النقل البري؟ جزاكم الله خيرا. تجد الفرصة على أن نشكركم ونشكر التلفزيون الوطني على إتاحة الفرصة. وعلى مستوى النقل البري عندنا استراتيجية نقسمها على قسمين، قسم يتعلق بالنقل البري وقسم آخر يتكلم السلامة الطرقية. اللي يتعلق منه بالنقل البري وعدل منه ياسر من الإنجازات اللي عندها فائدة مباشرة للمواطن. اللي يتعلق منها بالنقل العمومي بصفة خاصة والنقل بين المدن بصفة عامة، وعدل فيه قدر من القرارات الهامة اللي كانت عندها انعكاس على الحياة اليومية للمواطن وخلق قدر من المنشآت الجدد اللي خلقتها في الفترة اللي صادرة من
التقارير اللي خلقت عن الأيام التشاورية اللي من 2009 اللي تعلق بالنقل والسلامة الطرقية اللي عدلت قدر من التوصيات، وذوك التوصيات انقضوا بعين الاعتبار والدولة وحدت فنهم وعدوا خالقين. ومن أكبر الأمور اللي عندهم اللي خلق ذاك أن خلق استعداد سلطة تنظم النقل به اللي كان يعيش فوضوية معروفة هون، وخلقت سلطة وعاتية هي المكلفة بذاك الملف وعدلت فيه عمل جبار، والمواطنين يديروا أجل الله يشهد على أنه خلق فيه عمل تطور لا بأس به. ذاك الموضوع ما نليه نطول به بي اللي هون مثلا رئيس صنم دور الله يتولى غير بعد من أحسن شقط وعدلهم. ثم إنشاء ذيك شركة النقل العمومي اللي خالق ستيبي اللي زاد مول اللي هي جابتوك حافلات هون اللي اعتناوا بالمواطن الضعيف واعتناوا بالطالب، عاد ترفد طلاب الجامعات وتقيس بهم قرايتهم، والناس مول اللي تجي من ذوك الأحياء الشعبية اللي قاضى للمدينة اللي عندها في ذوك الحاجيات يجوا مول اللي بسعر مخفض ماشي مع داخلهم. وهذه من الأمور اللي أساسية. الجانب الثاني هو إعادة الهيكلة للنقل كامل بالنصوص اللي عدلت اللي قضى يعني الاعتبار المواطن كان هو ركيزته كامل وعدل من حوله، وذاك اللي ينفعه وذاك اللي من مصلحته، ذاك ذوك النصوص وعدل فيهم ياسر من النصوص بارك الله اللي شملت الأمور اللي تعلق بالنقل بصيبة عامة. هذا بعجالة بعد هو اللي شكرا جزيلا لكم يعقوب بخيطرات، لأنه المجال غير متباعد، نسنحو لكم إياك تكملوا معالم الاستراتيجية ذاك اللي منها يعني السلطة اللي توما مديرها الفن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على الاستضافة، إياك نعت المواطنين ومشاهدين نعرفهم بهذه السلطة اللي ناشئة اللي مالها ياسر نشد والعمل الجبار اللي قامت به في هذه العشرة الأواخر. أولا السلطة انشئت 2010 بعد أيام تشاورية بين الإدارة والفاعلين في القطاع والسلطات الأمنية والجهات المانحة، نظرا للاستراتيجية الجبارة اللي تسمح بتنظيم هذا القطاع اللي هو قطاع النقل اللي هو ركيزة مهمة في التنمية الاقتصادية، ونظرا لفوضاويتي اللي كانت سائبة قبل تنظيم هذه السلطة في القطاع، وتم إنشاء سلطة تنظيم النقل بالقانون رقم 31 الصادر ب 2011، وكلفت هذه السلطة بفرض تنافس في مجال النقل الطرقي وترقية والتنظيم وتطوير النقل الحضري والنقل بين المدن والدولي، وكذلك تنظيم وتسيير المحطات الطرقية. وهذا بدأت فيه فعلا، وبدأت فيه قطعت فيها شواط، وإن شاء الله تعالى ندورنا هذه إن شاء الله. شكرا جزيلا. محمد فيصل التالي هو القالي، أخذناكم طبعا لا ينعطوكم من الوقت اللي ما أعطينا لكم الأخرين، خاصة عنه في التقرير اللي عرضنا ما تطرقنا للجوانب اللي تعني النقل البحري. الكلام لكم، تكلمونا عن معالم الاستراتيجية العامة على مستوى القطاع. شكرا. أولا نختار نقدم اعتذارات المدير العام للميناء المبشوط المستقل جبريل حماد نيانغ اللي كان المفروض أنه يحضر لقاء غير ظروف قاهرة ما قد يجي، وبالتالي عتله النوب عنه. أولا نعطي اللي يعني ميناء المبشوط اللي أنا جاي عنه، نختار نقول لأن هي العشرية اللي عقب عنه عرفت نمو هائل في المنشآت المينائية بصفة عامة في الوطن. لهنا قبل لك من عند الشمال قال، لهنا قبل لك ميناء المواني اللي في الشمال اللي هو ميناء
السنين من المعادن اللي يعد له ترميم جديد بين 2012 والى 2011 و2013 عاد مشي جديده وعاد تقدجوها بواخر اكبر من اللي كان يجي السنين، وبالتالي ظرك مبارك مع تعميق ذيك القناه اللي واعده من المعادن اللي هي عود وقاع حموت البواخر تلحق 250 الف طن، ولكن معروف مباشره اعلنوا لا يعود عنده عشان مهم على الصادرات البلد من خامات الحديد اللي هي حقا تلعب دور مهم في الاقتصاد الوطني. ثانيا في نواذيب دائما المشاة المينائية من نواذيب المستقل اللي عرفت هي مولي توسعة بين 2009 و2011 زادت تسمع 600 متر من طول المراسي في ميناء نواذيب، وميناء مولي مهم وحيوي في ذيك المنطقة خصوصا لاعتبار الثروة السمكية اللي فمات. ولين نقولوا جايين هم موانئ جديدة ما كانت خارقة خلقت من أتانيت اللي 50 كيلومتر شمال نواكشوط اللي هو عاد دارك دخل حيز الاستعمال، واللي مش مهمة به اللي خالق جانب من الصيد كان لابد إما تعود الناس بواخر الصيد كاملة في الشمال والضم اللي قل منها جنوبا لابد ياكي فرق يرجع الميناء الواذيب وخلاص مولي تكلفت ذاك وتكلفت عليه البواخر وتكلفت على الاقتصاد الوطني. يعني هاي المشكلة اللي عادت هون قريب من نواكشوط ليتمكن أولا الصيد يخلق في المنطقة اللي ذهي، وأن يتم تفريق البواخر قريب مولي تعود عند المشكلة قريب يفرقوا فيها. مدارك مبارك جنوبا مع ميناء نجاقو اللي هو ميناء متعدد الخدمات، في جانب يعني الصيد وفي جانب يعني البحرية الوطنية وفي جانب تجاري، هو مولي له يكتمل في 2020 اللي العام الجاي وله يعود مولي منشأة مهمة. إذن هذا عموما اللي هنقول علينا خلق الطفرة نوعية في المنشآت البحرية وأنها داخل في استراتيجية وطنية شاملة تتخطى قاع قطاع النقل، ياك تتلامس مع قطاعات أخرى ياك تقوم بنهضة شاملة في القطاع ذو. ما يعني من نواكشوط مستقل هو مولي واكب حقيقة ذي الطفرة، خلقت فيه توسعة بين 2009 و2014 وزادت طول المراسيه ب 1070 متر، فيها 900 متر للبواخر التجارية وفيها 170 متر للبواخر اللي تزود ذي المنطقة بالمحروقات، وتم تعميق القناة والحوض اللي يدخلوا فيه السفن وعدين الميناء. وحد يعرف حقيقة الميناء 2000 سابق تدخل ذي التوسعة ويعرف ذاك اللي عناوي المستوردين من الانتظار وانعكاس ذاك على تكلفة النقل لهون وانعكاسه على الأسعار، يعرف أن حقيقة ذي المنشآت أدت دور مهم بهذه اليوم البواخر حكم ما تنتظر لين تجي لنواكشوط، وهذا عامل مهم للتكلفة والتموين التزويد السوق وكذلك المنافسة الميناء للموانئ المشابهة. إذا نظر لعلنها الميناء لعب فيها دور مهم، واللي استراتيجية حقيقة ذلي منها يعني كما اللي يظهر مولي يعني قطاع الأخرى وعدلت حقيقة بي 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 بكل جدارة وأنها مولي جبرت فائدتها للاقتصاد الوطني عموما. شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدي الكريم كانت هذه الجولة الأولى حول الاستراتيجية العامة للقطاع. درك سابق نرجعوا لمدير البنى التحتية فريق الإعداد عدل تقرير حول البنى التحتية على مستوى القطاع، لينقصوا هذا التقرير نعود ونرجع إياكم واصلوا نقاشنا. أهمية البنية التحتية في دفع عجلة التنمية، أبرزت حرص السلطات العمومية على إحداث قفزة نوعية غير مسبوقة شملت مختلف المجالات وتراوحت بين الإنجاز برا وجوا وبحرا، حيث الشبكة الطرقية التي أصبحت شريان الحياة تربط بين مناكب الوطن المختلفة وموانئ بحرية عبرت بمجهوداتنا التنموية نحو أعماق البحار، وتشييد منصات جوية ربطت موريتانيا بعضها البعض وبين محيطها الإقليمي والدولي. موريتانيا التي تميزت قبل 2009 بنقص صارخ في البنية التحتية، حيث كانت الشبكة الطرقية حينها تعاني بفعل نقص الإمكانات وضعف الاستثمارات، تتوفر اليوم على شبكة طرقية تجاوزت كلفة الاستثمار فيها 46 مليار من الأوقية، وقد مكنت تلك الاستثمارات خلال الفترة الممتدة
بين 2010-2018 من إنجاز شبكة طرقية تمتد لأكثر من 2600 كيلومتر من الطرق المعبدة، كما مكنت كذلك من ربط 89% من مقاطعات الوطن بعواصمها الجوية. أما في مجال البنية المنائية فقد تم إنشاء ميناء تانييد بكلفة وصلت 28 مليارا من الأوقية على حساب خزينة الدولة، كما تم تمويل بناء ميناء داغو فضلا عن توسعة ميناء نواكشوط المستقل، وذلك لزيادة قدرته الاستيعابية. وفي مجال تطوير البنية التحتية للمطارات شكل مطار أم تونس الدولي إضافة كبيرة في حركة المسافرين، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية مليوني مسافر سنويا. كما تم في هذا المجال ضخ استثمارات كبيرة وصلت 10 مليارات من الأوقية، وذلك لتأهيل عدة مطارات في الولايات الداخلية، وقد مكنت تلك الاستثمارات من إصلاح وتجهيز بعض المطارات في الداخل، هذا إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتعلقة بالسلامة وتحسين ظروف الاستغلال. شكرا للزميل سيد أحمد سيدنا. سيد المدير سيد أحمد حاول عنه يعطي بعض الإشارات ويتوقع مع بعض القضايا المتعلقة بالبنية التحتية، هل من إضافة بهذا الخصوص؟ شكرا. فعلا التقرير تطرق لجزء كبير من الحصيلة اللي قام بها ونفذها القطاع ممثل بالإدارة العامة للبنى التحتية للنقل، ونحاول نفصل تقريبا ذي الخطوط اللي مر هو عليها خصوص البنى التحتية الطرقية. احنا يعني المسؤولين عن إنجاز البنى التحتية الطرقية وكذلك البنى التحتية للمطارات يعني الجوية والموانئ. إذا نبدأ كل محور نعطي له تفصيل أكثر من اللي جاء في التقرير. بالنسبة للطرق، فعلا شبكة الطرق قبل 2009 كانت تصل تقريبا 2600 كيلومتر، اليوم وصلت لضعف هذا الرقم اللي هو خلال 10 سنوات تقريبا تضاعف هذا الرقم اللي هو من الاستغلال إلى 2009. الشبكة الطرقية العامة في البلد ضاعفت تمام، ضاعفت في هاي العشر سنوات. إذا تم إنجاز 2000 كيلومتر جديدة، طرق جديدة كانت ما كانت موجودة أصلاً، مكنت من ربط العديد من المقاطعات، أزيد تقريباً 90-89% من المقاطعات اليوم مربوطة بالشبكة الطرقية، مكنت من فك العزلة عن مناطق عديدة كانت فترات معينة يصعب الوصول لها ويصعب التنقل لها، على سبيل المثال باسكنو أو شفت بيك الأحواش، في مناطق كانت أفطوط مثلا، هاي مناطق كانت فترة خريف يصعب التنقل فيها ويصعب حتى الوصول لها، وكانت الأسعار فيها ترتفع بشكل جنوني، وحتى بعض المواد الأولية تنفذ قاع في السوق المحلي دائما في الفترات. إذا هاي الطرق مكنت من ربط هاي المقاطعات بتوصيلها بالشبكة الوطنية وساهمت في تخفيف مشاكل المواطن اللي يعاني منها دائما من تكلفة النقل ومن تكلفة البضائع وأسعارها. إذا بالنسبة لهذه الطرق الجديدة تم كمكنت كذلك من ربط شمال البلاد بجنوبها، كيف هذا الطريق اللي ماشي من زويرات إلى 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 أطار، ومن أطار إلى تشيجة، ذلك حكما اكتملت فيه الأشغال، وقريبا إن شاء الله لأن تبدأ الأشغال في الطريق اللي ماشي من تشيجة إلى سيدي بابي إلى الحدود مع مالي، في مقطعين تقريبا فاتوا جهزوا فاتوا، مقطع اللي من كيفه الى كنكوصة اكتمل المده، من كيفه الى بومديد تقريبا باشغال متقدمه وتنتهي قبل نهايه السنه. اذا باقي اربع مقاطع دور ان شاء الله تمويل فات الجهز والمناقصه تبدا قريبا ان شاء الله فيه، لان نعتبروا عن هاي الطرق مكرت. اذا من ربط شمال جنوب بشمال البلاد بجنوبها ومن خلق طرق يعني تربط بين شمال القارة حتى وجنوبها، لأن هاي الطريق اللي ذكرت يستخدموها الجاي من شمال القارة كلها من الجزائر ومن تونس يمكن من ليبيا إلى مرورا وادي مالي ودول إفريقيا الأخرى. في كذلك إذا هذه فيه 700 كيلومتر تمت إعادة تأهيلها، كانت طرق موجودة قديمة وكانت فضائية متردية وتمت إعادة تأهيلها، وفي كذلك 406 كيلومترات من الطرق الحضرية. قبل 2009 كانت شبكة الطرق الحضرية تعادل تقريبا 270 كيلومتر،
بعد 2009 تم انجاز 406 كيلومترات. هذه الشبكه كانت توسع اساسا مقاطعات كانت في المقشور، كانت في الواديبو وفي اطار تقريبا هم اللي كانت موجود فيهم شبكه طرق حضريه. اليوم جميع اواصر الولايات كلها فيها شبكه طرق حضريه على الاقل 5 كيلوات الى 10 كيلوات، وهي اللي حتى فيها 40 كيلومتر 50 كيلومتر تقريبا كاين واديبو مقشور وحده جات فيه 200 كيلومتر. اذا شبكه الطرق الحضريه يعني توزعت بصفه عامه لجميع اواصر الولايات، وحتى بعض المقاطعات في البلد ما اللي شملتها هذه الاجازات. اذا بالنسبه للطرق، الاستثمار على كل حال العام كما قال الاخ في التقرير 460 مليون 460 مليار قديمه اللي هي 46 مليار جديده، هذا فقط في الطرق اللي بين المدن. بالنسبه للطرق الحضريه كانت الاستثمار بها يصل الى 66 مليار قديمه، تنضاف لها المبلغ لانها فيها 66 مليار قديمه اللي استفاد 36 مليار جديده. هذه كاستثمارات كذلك في الطرق دائما في المجال الحضري. حاليا فيه قرابه 80 كيلومتر في المقشوط يتم الاشغال فيها، وفي مع ارصفه ومع بعض الامور الاخرى. اذا فيه قدر من الاشغال حاليا تتم الانجازه في شهرين تقريبا او اكثر شيء 3 اشهر، نضاف لهي الحصيله اللي كنا نتكلم عنها. فمازال المطارات والموانئ هذا كله من اختصاص الاداره اللي نبدا نتوصله. فعلا الجزء الاكبر يتركز على الطرق، يقرم لي المطارات والموانئ تم فيهم قدر من الرجال اللي مجال باش المهم. في المطارات تم انشاء مطار ام تونسي، هذا المطار الكبير اللي معروف، وكم كذلك انشاء مطار تيارة الواسع العسكري. فيه مطار بير مقرين كذلك تم انجازه باغلاء مالي وصل مليار و800 اوقيه، وهو يستقبل جميع انواع الطائرات ومجهز. الفتره الاخيره تم صرف ما يناهز 10 مليارات قديمه على إعادة تأهيل وميزو نورم، يعني تهيئة إدماج المطارات الداخل في المواصفات الدولية. إذا 10 مليارات تقريبا كذلك تم صرفها على قديمة على هذه المطارات. عندنا مطار كيفا، مطار سيدي بابي، مطار زويرات، مطار النعمة، كلها مطارات حالا جاهزة وتستطيع استقبال الطائرات بأحجامها كلها. الاشغال الجارية حالا مطار المقيطي العسكري بدأنا الصفقة تم تنفيذها، الشركة بدأت جلب الآليات وتبدأ في قريبا إن شاء الله. في مجال الموانئ كذلك توسيعة بناء المقشوط تكلم عنها الزميل يبين، فعلا كلفة 409 مليارات 409 ملايين دولار كانت على مدة سنوات. فيه كذلك ميناء تانيت، هذا اللي يعتبر ميناء مهم لا يمكن الصيد التقليدي من انه يتطور ومن انه يجبر منشآت تساعده للتطور. في كذلك ميناء في الكيلومتر 28 تم الاتفاق فيه مع شركه ونامل انه يبدا فيه العمل قريبا. فما رصيف الحاويات تم الاتفاق فيه مع شركه عن طريق الشراكه بين القطاع العام والخاص، وستبدا فيه الاشغال قبل نهايه هذه السنه. اذا هذه من المشاريع اللي نعتبر انها تضاف لهي الحصيله اللي تم انجازه واللي وعبئته تمويلات، وبالتالي حقا يعتبر انجاز. اذا بالنسبه لنا هي حصيله فعلا حصيله مهمه وكبيره وكانت نهضه في هذا القطاع اللي هو. شكرا جزيلا لكم السيد المدير. باب احمد مدرا، شنو هو انعكاس هذا التطور الحاصل على مستوى البنيه التحتيه على قطاعكم قطاع النقل الجوي، تمثل فاش هذا الانعكاس؟ انعكاس الاستراتيجيه الكبرى للبلد مجال البنيه التحتيه فيما يتعلق منها بالنقل الجوي انعكس اساسا على المطارات. المطارات في البلد كان موجود مطارين يستقبلوا نقل منتظم، هما نقل منتظم دولي، هما مطار نواكشوط ومطار نواديبو. وفيه مطارات كانت تستقبل فترات سابقة نقل منتظم داخلي، هي مطارات النعمة وتشجة والعيون وسيدي بابي وكيهيدي ونواديبو وزويرات مرحلة معينة وطار. هذه المطارات
وضعية الراهنة هي كالآتي: مطار نواذيبو عنده مدرج بطول 2450 متر وعرض 45 متر، وتم إخضاع هذا المطار للتوسعة وإعادة التجهيز في السنوات القليلة الماضية. مطار أطار بمدرج طوله 3000 متر وعرضه 30 متر، تم إخضاعه الآخر لتوسعة وإعادة التجهيز، وعاد استرجع ألقه وأصبح قبلة للحركة السياحية الآن، وفيها رحلة تنظمها الموريتانية للطيران كل يوم أحد من أوروبا من باريس إلى أطار لإعادة تفعيل الدور السياحي للبلد في منطقة غرب أفريقيا. في مطار كي هيدي مدرج بطول 2500 متر وعرض 45 متر، ومطار النعمة نفس الشيء 2500 بعرض 45 متر، وهو الآن قيد توسعة وإعادة تجهيز هو الآخر حتى يتلائم مع المعايير الدولية وحتى يتلائم مع المتطلبات اللي راجعين إن شاء الله أنه في القريب العاجل يستقبل رحلات داخلية ودولية وإعادة تنشيط النقل الجوي داخل البلد. مطار سيدي بابي هو الآخر تم تجديده وتم توسعته بصفة متميزة وتجهيزه بتجهيزات تتناغم مع المعايير الدولية ومتطلبات تنشيط المطار. العيون هو الآخر 1600 متر طول والعرض 30 متر، وتشكل نفس الشيء 1600 طول وعرض 30 متر. والزويرات تم توسعتها في السنوات الأخيرة وتم إعادة تجهيزها، وتم تفعيل النقل الداخلي إلى زويرات حتى النقل الجهوي من زويرات إلى المملكة المغربية ذهاب وعودة، انطلاق من نواكشوط مرور بزويرات ورجوع عودة مرور بزويرات إلى نواكشوط ما بين هي والدار البيضاء. كذلك بين المقرين تم إنشاء مطار جديد طوله 3000 متر وعرض 30 متر. هذا مطار جديد هو الآخر، وفك عزلة حقيقية عن شمال البلاد وعن جزء مهم من البلاد كان شبه معزول في مجال النقل الجوي. ما فيها طبعا ما فيها رحلات منتظمة إلى هذا المطار يا غير أصبح قابل أنه يستقبل النقل العارض. النقل نوعين، نقل جوي نوعين، نوع منتظم ونوع عارض. منتظم هو اللي تعود فيه ناقلات وطنية وناقلات أجنبية معينة من طرف السلطات. لكن عفوا هذا الانعكاس، انعكاس تطور البنية التحتية، انعكاسه على قطاع النقل الجوي تمثل في ماذا؟ عداد المسافرين، تمثل في تطوير، تمثل في ارتفاع نسبة إحصائيات المسافرين المغادرين للبلد واللي قادمين إلى البلد، وتمثل في إتاحة الفرصة، لأن الفرصة هي اللي إتاحتها هي اللي تجلب تطوير حركة النقل الجوي. ما دامت الفرصة غير موجودة، ما دامت الفرصة مغيبة، ما دامت المطارات غير مؤهلة، لا يمكن أن نتوقع أن يعود فيه حركة نقل جوي فعالة ونشطة ومهمة معتبرة. ما قد تخلق ما هو من تفوت تهيئ الفرص الحقيقية بإنشاء مطارات وإنشاء بنى تحتية تسمح بالاستغلال الحقيقي الآمن يعني سليم منتظم وفقا للمعايير الدولية والمنظومة القانونية الوطنية المحلية. وهون لا نأكد ولا نقول عن تم إنشاء ترسانة قانونية مهمة جدا، لأن العمل المنتظم أول شيء يحتاجه هو الجانب القانوني لا يضبطه، الضوابط القانونية والإجرائية لا تضبطه. وتم إنشاء ترسانة قانونية معتبرة مهمة إلى أقصى الحدود لتنظيم عملية النقل الجوي بالبلد من قوانين مراسيم مقررات وزارية. وهنا خمس مطارات موريتانية تم فتحها كمطارات دولية مقرر وزاري مشترك بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة المالية طبعا. معني هذا المقرر افتح مطارات نواكشوط والزويرات ونواذيبو والنعمة وطار كمطارات دولية. المطارات الدولية يجب أن تتوفر فيها، يجب أن يكون فيها تتوفر فيها ظروف ملائمة للنقل الدولي، ويجب أن تتوفر فيها حضور السلطات المعنية، الشرطة كمعني أول بحركة المسافرين، والجمارك كمعني بالشحنات
الشحن والدرك من جانب وزارة الدفاع كمؤمن للعملية كلها في إطار تأمين المطارات. هذا المقرر تم إنشاؤه 2012 وموجود وفتح هذه المطارات الخمسة، يعني تعود ماتيها انتظامية قانونية وهم بعد قانوني لفتح هذه المطارات كمطارات دولية. ثم كيف ما قلت قبيل إعداد العنصر البشري، هذه يساهم إلى أقصى حدود في المحافظة على هذه البنية التحتية وفي تفعيلها. منين يغيب يعود الأمر اللي قاله الشيء. المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني المهندس محمد أحمد البعسري عاكف على خطة فتبدأ يشتغل عليها من السنوات القليلة الماضية في تكوين العنصر البشري في مجال الطيران المدني المختص بمجال النقل الجوي. والحمد لله أتت أكلها وهم أطر وهم وكلاء إداريين تم تكوينهم بمستويات عالية في هذا المجال. إياك يواكبوا هذه الخطة التنموية وإياك يصهروا عليها وإياك يقدوا يحافظوا على أداء. سنعود بالمزيد من التفصيل ما يتعلق بالعنصر البشري، خاصة عندنا بعض الملاحظات المسجلة في هذا الخصوص سواء على مستوى التكوين الذي كنتم ستتحدثون عنهم على مستويات أخرى. البعض يرصد أنه فيه ملاحظات، يعني سنبديها في الوقت المناسب. محمد محمود دنببا، أي انعكاس لما سمعنا من خلال المدير العام للبنى التحتية ومن خلال أيضا تقرير اللي أعده فريق الإعداد، أي انعكاس للبنى التحتية على القطاع الذي أنتم تديرونه؟ كيف تجلى هذا الانعكاس؟ شكرا، جزاكم الله خيرا. على كل حال إن كما سبق وقال المدير العام ذوك باش خلق إنجاز عظيم في الطرق باش نعكس العمل علينا احنا باش عندنا ان شاء الله نبذلوا اكثر المجهود به اللي روايه في بلد ولين يعدل من هذاك يعود عادي سهل على 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 السائقين وعلى ممتلكات وعلى شيء على انهم الحفاظ عليه. وفما ذوك النصوص القانونيه اللي قلت لكم بي اللي كان اول شيء اهم شيء عنده اولا على انها ت ت ت, ت تعود فما الحريه في النقل، مفتح مجال واسع للناس وعاد يجوا السيارات والحافلات اللي يجوا بهم الفيدرال كونكرنس، يعني لابد من عاد كل حد منهم يفرض وجوده بالنعود ومتنظم هو من نفسه واسطوله جديد وعاد قاعد ينافس المنافسه. هذا من الامور اللي كانت اصدار القانون اللي عدل القوانين اللي عدلت كامله كانت شجعتك وفتحت النقل والنشاط النقل العمومي للأشخاص والبضائع وفتحته وعاد فضاء مفتوح وعاد كل حد يقدر يدخله بصفة منتظمة ومضبوطة ويعود عاد فرض عليهم واللي التنافس على أنه يعود اللي عنده كامل الله يقدم للمواطنين الكامل عود مولي زاد هو دلاكاليتي يعود مضبوط تود لعاد سيارة تود سيارة مضبوطة ولعاد خدمة لا عادلة تود خدمة مضبوطة ولعاد عاد فرض. هذا من الأمور اللي شجعوا القانون اللي عدل في هذه العشرية التالية. من الأمور اللي وعدلت فيها وكانت عندها بالغة الأهمية أنها على أن المترددين على الإدارات النقل وعدلوا لهم شباك موحدة لجميع وثائق النقل اللي عادة تسهل من العملية اللي يجي أحد الإدارة النقل والله يجي يلحق جميع الوثائق اللي يلا تنقلت من عندك إدارة شباك موحدة وطمات ما تلوك الإجراءات وذلك شيء. هذا ما زلنا لين قبضوه في المحور الثاني. ذلك اللي همنا أساساً هو انعكاس تطور هاي البنية التحتية على هذا اللي قلت لكم اللي ما سبق. لأنها لين تعدل هي لين يعدل الطرق وينضبطه يعود لا يفرض على النقل الثاني لأنه لا بد من يواكب الحضور بالتكاثر. أنا ذلك سبينا مثال ذلك هؤلاء الحوادث السير اللي عادت الناس أكثر كلام عنها وعادت أكثر حضور في مجالها ومعرفة أنها خالقة ومتابعة لأنها خالقة وتكلم عنها بحاجة كثيرة يقدر عود الفضاء الإعلامي مفتاح أكثر صحيح يغير يالة عود الناس أن تعرف البنى التحتية اللي وعدلت النقل هي اللي عدلت أن الوتات تكاثروا وعلى أن الناس دارت ياسم المال في ذي القضية وعادوا الوتات أكثر حتى كثير من ذي القطعات خالقهم السطول اللي كان عندنا هون ولين زاد ذاك ويصلحوا الطرق ويعودوا عاد مضبطة
يعي يعود لكن ينعكس على السائقين شوي به الواحد باش على طريق صالحه ومضبوطه وقاعد يسير عليها باش عادي يتجاوز السرعه ويعدل التصرفات اللي ما هي التصرفات اللي وهذا يا الله تعرف انه كامل عوامل كامله خالطه هي اللي هي بتسبب في ذاك. هذا مثل اعطيت لكم في هذا ان البنى التحتيه لين تصلح ان السك كامل يتعلق بها ولين صلحت تبارك الله قطاع النقل عنده انعكاس حقيقي على العيشه اليوميه وعلى الاقتصاد الوطني. دخله على الدخل مضبوط معاون في الخزينه الوطنيه. شكرا جزيلا لكم محمد محمود دنببا. محمد فيصل، فاش تمثل انعكاس تطور هذه البنيه التحتيه اللي رصدتوا انتم والبعض واللي ايضا اكد عليه السيد المدير، فاش تمثل انعكاسه لمستوى التبادل والحركه البنائيه بشكل عام؟ شكرا. اولا كيف قلت ذي المشاهد خلقت حقيقه جات فتره مهمه في تطور الميناء. العمل في التوسعة اللي تكلمنا عنها بداية 2010 واكتمل 2014. في 2012 الميناء الحق تقريبا 3 ملايين طن سنويا، وكانت فيه بواخر ذيك الفترة عيادة تفوت تقريبا من الشهر تحاني قال بتجبر مارس ستور بريدة تتفرغ فيه. مع دخول التوسعة في حيز نينوفات وعادة 2014 استعمل ظرك اللي ينقال له لتان داتانت، معناه الوقت اللي حاني قارب اللي تتعدل معدل سنوي، اذا عندي معدلات هون ما يلحق لك نهار، ما يلحق نهار على مختلف. هذا واضح لانه جلي اولا، بعد كاع اعلن سهوله ولوج البواخر للميناء. سهوله ولوجها معناها شنو؟ معناها اقل تكاليف للموردين، وطبعا تموين السوق بانتظام، ولا يعود مولي مداخيل الميناء لا تعود فيهم قفزه نوعيه. لان اعطيك مثلا 2008 ميناء راس اللي قال له رقم اعماله كامل في 2009 قريب من 3 مليارات و400 مليون من النقديه القديمه. 2018 العاقبان الحاجة 11 مليار. يعني ذوك هو واضح انه في تقدم في رقم الاعمال، وفي كيف قلت الاهم منه كاع هو انعكاسه على تموين السوق الداخلي وانعكاسه على عمليه الانتاج وعمليه الصناعات. من هذاك اللي نجي تجبر عاد ذاك الحيز الجغرافي اللي فيه، وهذا نقدر نرجع له في قدم التفاصيل في السياسه العامه للدوله لتزويد الميناء بذاك الحيز الجغرافي. عاد في جميع حكم الصناعات كامله اللي تعدل الصناعات المواد يسوى من هذا اللي ده يدخل في البناء، ويسوى اللي منها واعد الاستهلاك الاخر، حكمه كامله على قريبه من الميناء. هذا نظرا ياك تسهل عمليه تموينها بالمواد. وذلك فيه قريب خمس شركات الاسمنت عاد ذاك الحي الجغرافي، وفي ستة دقائق القمح عاد تركاتي فيه. هذا اللي تتخلص 2010 كانوا فهم شركتين للاسمنت، وكانت فهم شركتين محققنها درك عادوا فهم واحدين درك قيد الانجاز. معناها هذا كامل ذا التطور اللي خلق في الميناء شجع النسيج الاقتصادي الاخر كامل، وعد له قابله تستثمر به اللي عاد فهم عارفان فهم وسيله للتموين على المستوى ودائمه ولا هي مكلفه مولي. هذا جانب، جانب نحن قاعد لا نحن الوطني. ثانيا ندخل في استراتيجيه شمل التزويد مالي اللي في زرنا اللي عادت هي مولي مهتمه بناء المرشد بساعدات عنده ذي الامكانيات. اللي نعطيك رقم مثلا 2009 مالي قبضت 10,000 طن من ميناء المرشد. 2018 العاقبان فيه 105,000 طن وعد الله مالي خاط من ميناء المرشد. وهذا لا يتم في الطيران في اللي كيف قال المدير العام درك متباركين مع توسعه جديده اللي هي درك مسنتيه ترصيف خاص بالحاويات وعمليه مهمه. منين لحق هو ذاك؟ الشركه فاجات وبدات تجهيزاتها دركاتي تعدلت وتجهيزاتها ليجو الشهر الجاي ليجو تجهيزات البناء. معناها انه انا روايه مباشر معاه ماتات كاع لاوتو في طور الانتظار متباركين وعاد فم بيرو هاي المكاتب في الميناء. وذاك مولي مشروع مهم قلت له نعطوه وقته لانه نتكلموا عنه في داخل في الاستراتيجيه. قال لك شنو قالوا بلان ديفلوبمون دي بور، معناها برنامج تنميه الميناء معدل اصلا من 2009 الى 2026. معناها انه مراحل مرحلته التاليه هي اللي مسنتين فيها دركاتي
اللي فيها راسي في الحاويات. راسي الحاويات معناها شنو؟ معناها على انه لا يخلق لهم نوع من التخصص في المراسي. درك مراسي الميناء يستقبلوا جميع انواع البضائع، معناها يجي باخره فيها الحاويات لا يتوقف فيها، غير اللي تصيب لا يجي واحده اخرى فيها سيمو كلينكير، وعلى انت هذيك لا يجي واحده اخرى فيها القمح، ما فهم تخصص. اذا ميناء الحاويات لا يمكن تبدا التخصص في الميناء. وذاك من فايته شنو؟ فايته هي على سرعه التفريغ وجودة العملية التفريغ المفسد لا يتعود على مستوى عادي، ومستوى هو اللي يضع تعود فيه حقيقة. من بين البنى التحتية الميناء اللي خلقت أيضا ميناء نجاقو، شنو هي الخصائص اللي عند هذا الميناء، ولا أي حد يمثل إضافة لهذه البنى التحتية اللي بقطاعكم؟ إذا ميناء مهم، شفت موقع أولا ميناء حدودي، معناها أنه عنده جانب أمني مهم كيف قلت لك في البحرية الوطنية، وعلى حدود مهمة ولا يتعود قريبة من ثروة اللي احنا نطورها كاملين اللي هي استخراج الغاز، يعود قريب منه، معناها انه مهم على وجود بعد ذي المنشأة. الجانب الأمني مهم في ذيك الناحية، ثانية تأمين الثروة السمكية من أي تصرفات اللي تعود ما غير قانونية، وجانب مولي معناها انه كيف قلت لك جانب الصيد لا يعود مهم به، لذاك ذاك ياسر من بواخر الصيد الموريتاني ما تقض جنوبا بها، بعدها وتوه من الموانئ اللي ندي لها منافم لا يتعود عندها وفرصة على انها تتم تفرق حمولتها، فما تتزود مولي بالماء وبالمحروقات من ميناء قريب منها. جانب التجاري مولي مهم به اللي له يعود تكاملي في ذيك المنطقة، مع ذا اللي يخلق في ذلك التطورات خارج مشروع مهم مبارك معاه موريتاني جزء منه، يعني في حوض نهر السنغال في المشروع طموح له، له يبتناو فيه 9 موانئ صغيرة على في مثلاثة في الضفة الموريتانية، وفي مثلاثة في السنغال، وثلاثة في مالي الجرها اللي متوالي النهر، ولا يعود فهم ملاحة دائمة على النهر لا يتم تخلي، ووجود ذاك الميناء في ذيك المنطقة لا يعدل على أنه حقا لا يعود هو ميناء الكبير لا يتم تمشي منه ذيك الحمولات كاملة، يوصل لي منها واعد موريتانيا، يوصل لي منها واعد مالي، يوصل لي منها واعد سنغال، وحتى مولي العاد في اكتشافات منجمية في الضفة كاملة لا يسهل وجود ذاك الميناء في ماتي لأنها تعود. شكرا جزيلا لكم محمد فيصل. يعقوب زاد نتوما نختاروا نشوفوا هذا الشدين اخبار من البنى التحتيه اللي طرا كامله، نتوما زاد نتوما من زاويه الشغل اللي تشتغلوا فيها، ايش طرا لكم ذا وايش مزيلكم ومجال عملكم ومجال تدخلكم؟ شكرا. هي البنى التحتيه في القطاع كاع اللي احنا فيه اللي هو قطاع النقل، ما هو صايب عن البنى الطرق اللي غير اللي نعود الطرق ماهم خارجين ما خارج نقل. وكيف قلت لكم احنا مسؤولين عن تطور النقل الحضري وبين المدن والدولي، وكذلك تنظيم وتسهيل المحطات الطرقيه. ذاك بسيط لا يتحنون ان قبل تقرير عدل فريق الاعداد حول النقل ونعود ندخل معاكم نقاش هذا الموضوع. إذا فيه تقرير عدوا فريق الإعداد حول النقل، هذا التقرير نختاروا الزملاء في الكنترول اللي مشوه لنا، ونعودوا بعده نواصلوا نقاشنا. عرف قطاع النقل بشقه الجوي والبري خلال العشريات الأخيرة إصلاحات كبيرة بعد وضع تصور جامع عن المشاكل والعراقيل التي يعاني منها هذا القطاع، وهو ما مكن من التغلب على العقبات التي كانت تعترض تدفق الاستثمارات صوب هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل 2011-2025، وقد مكنت هذه الاستراتيجية من حصول البلاد بشكل متدرج على بنية تحتية أساسية ومقاربة متعددة الوسائط من أجل انفتاح البلاد على التبادلات الدولية وجلب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص الوطني من القدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وخلال العام 2011 تمت المصادقة على القانون المتضمن توجيه وتنظيم النقل الطرقي ونصوصه التطبيقية، وبموجب هذا القانون تم إنشاء سلطة تنظيم وتوجيه النقل الطرقي، وذلك بغية تنظيم النقل الحضري بين المدن.
وفي نفس الإطار تم إنشاء 3 محطات طرقية، واحدة في نواكشوط وأخرى عند الكيلومتر 55 على طريق واذبو، بينما تقع المحطة الثالثة عند المعبر الحدودي بقوق الزمال. وفي مجال خدمات النقل البري تم إنشاء شركة النقل العمومي بهدف تسهيل تنقل المواطنين بأسعار ميسرة. وقد بدأت الشركة نشاطها التجاري ب 65 حافلة، وهي اليوم تمتلك أسطولا مكونا من 160 حافلة، وتنقل ما مجموعه 21,000 راكب في نواكشوط وحدها. إصلاحات القطاع شملت كذلك إدارة النقل البري بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما مكن من تنظيم وتأمين البطاقات الرمادية للسيارات، حيث تم اعتماد البطاقة البيومترية بالنسبة للسيارات المرقمة حديدا وإجباريا بالنسبة للسيارات المرقمة 2016. أما في مجال النقل الجوي فقد تم إنشاء الشركة الموريتانية للطيران الدولي، وتمتلك هذه الشركة أسطولا مكونا من 4 طائرات تم اقتناؤها على حساب خزينة الدولة بمبلغ 44 مليار من الأوقية، ما ينتظر أن تستلم الشركة 2 إضافيتين خلال العام الجاري. إذن شكرا جزيلا للزميل سيد أحمد، الكلام إليكم يعقوب. كيف قلت لكم، لا هنا ندخل لكم شوي في الموضوع والله. اللي هو كيف قلت النقل البري. احنا كيف قلت لكم مكلفين بالتطوير وتنظيم النقل الحضري والنقل البيني والنقل الدولي، وكذلك تنظيم وتسيير المحطات الطرقية. هذو المسائل بدأنا فيهم من 2013، وكيف قال التقرير قال اذكر الا محطتين، محطة في جوجل الزمال ومحطة في في بيكا 55. اليوم الحمد لله السلطة تتواجد في جميع الولايات، كل ولاية عندنا فيها مندوبية، وعندنا 39 محطة. وذي المتباركين والمندوبيات معاها يعدلوا شنو؟ هو تنظيم النقل والتسيير، تسيير المحطات. اللي احنا عندنا في كيف في سيلي بابي محطة، وفي العيون محطة، وفي كيفة محطة، وفي بوغي، وفي مبوت، وفي نواكشوط في الرياض. هذه محطات، مثلا محطات بمعنى الكلمة، محطات للسلطة، ويشتغلوا ويسجلوا فيهم السيارات. هذا فيما يخص المحطات العمومية. في مجال المحطات الخصوصية، هون محطات هاي الشرائك اللي عندهم الباصات، اللي مثلا تقريبا عندنا 70 مؤسسة للنقل عندهم محطات خصوصية، وعندها معايير فرضت السلطة عنهم عدو كل معايير اللي مطلوبة في القانون يتوفرهم. وبدأ النقل والحافلات بدأت هي تنقل مثلا بصفة رسمية. هناك تقريبا 70 شركة عندها أسطول في 530 باص، وهذا من ما كان قد يحصل لولا سياسة الدولة اللي قرعت الرسوم الجمركية عند الحافلات، إلين عاد الأسطول قد يجدد به، اللي شرى حافلة واعر انقلعت عنه الرسوم الجمركية، إياك يعود مهلا قد الناس كاملة تحصل على هذا. وبدت تمارس نشاطها بصيفة منتظمة، وبدأنا نعدلوا في النقل الحضري اللي احنا قلتنا نطوروه. بدأنا عدنا دراسة شاملة في مدينة نواكشوط، وحصينا جميع السيارات الموجودة في نواكشوط، وجميع السيارات تعدل تاكسي. كم الحقنا؟ الحقنا 8222 سيارة بين التاكسي الجوال والتاكسي هاي تدروا انقال تمشي من بليدة، واحد عندها خط ماشي عليه.
هذه اللي عندها خط واحد تمشي من 135 نقطة، يالتها تعود تمشي من 35 نقطة ويكون نقط. كيف تعرفوا هم صعوبات شوي من اللي المدينة نواكشوط أصلا ما كانت مخطة على يوسر من المسائل، كيف هذا اللي السيت اللي تعودوا فيهم هذا وقواريش ما كانوا خارج، كان ما كان خارج بلايص عمومية تقدر تعدل فيهم هذا النوع ده. غير بدأنا احنا نخرصوا احنا والسلطات الإدارية لين خرصنا بليدات، وان شاء الله تعالى له هي بدؤوا عن قريب فتحدد وقت محقا انه الاسبوع الى ما عدد الاسبوع اجراءاتهم موافية كاملة في نواكشوط الغربية. لا يعودوا في موقفات، لا يعودوا يجيهم موقفات. المواطن يجبر عندهم تكسيات مرنقيات ويمشوا فيهم، وعندهم فيهم دي بلاك مكتوب عليهم سلطة تنظيم النقل الطرقي، وماشي واحدة قال ما عند كلينيك واحد الرياض، وما عند كلينيك واحد توجنين، وما عند كلينيك واحد كارفور مدريد. خطوط كم حدين حددتوا كم خط؟ خطوط النقل كم خط؟ خطوط النقل فتنا حددنا في نواكشوط الغربية فيها 45 خط، بعد نواكشوط به اللي كل مقاطعة وكل ولاية قيس. هذا عندنا هنا هي يبدأ إن شاء الله تعالى عن قريب. الأسبوع الجاي ولا اللي بعده؟ حقبة. فات قاع حكومة نبدأ نظامه ومتفاركين مع ذلك نظامه. هذا فات بدأ. فيما يخص المحطات. مهم بعد المواطنين يسولوا عن والله به اللي مهم، به اللي قلت لك عن المسألة اللي جبرنا فيها الصعوبات هي البلاد اللي قد ندار فيها هذا النقل. به اللي كيف تعرفوا مرسار كاتي هم البلادات اللي قالت يعني عدوا فيهم النقل، هم البلادات اللي فيهم الشعب، كيف المرسى وكيف المدارس وكيف لبناك وكيف الوزارات، وهذا كلهم قالت يعني على بلاد على الأقل عن ست يقد يعود يوقفوا في السيارات، وهذا اجبرنا فيه الصعوبات اجبار. وعلى كل حال بعد تجاوزنا الصعوبات عادت اجبرنا بليدات، وعاد ان شاء الله تعالى قد يعدلها. فيما يخص تعرفة النقل ما لا يطرع ليش سوق النقل؟ سوق النقل ما ذاك ما هذا اللي بس مضاد قدر من الزمن طابع عالمية هذا كامل اللي يعني تخلق فيه السيابية، هو المسائل كامل اللي تخلق فيه السيابية وشطارة تموين تهون المسائل كامل، والتنافس هم اللي بس يخلق اياك مهلا تخلق 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 ان كونكورانس، تخلق ان كونكورانس يعود مهلا الاسعار ترتفع، وهذا قاع فات الشاف. وهذا وسائل النقل اللي حصيته لا عند المواطنين ولا عند المواطنين والاجانب، هاي من التلاف وكذا؟ لا عند المواطنين، لا تاكسيات المواطنين بين الجوال وتدروا. هذه معناكم ماكو بوبين على الاجانب في اخبار؟ لا لا الاجانب ما فيه. الاجانب عندهم سيارات ما يعدوا قاع النقل الحضري، يعدوا لا النقل البيني، السيارات اللي جم شوال المغرب والسيارات اللي جم لا 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 خالقين مواطنين اجانب هون يعدلوا النقل على مستوى نواكشوط. تاكسيات من دول الجوار، مواطنين من دول الجوار خاصه من دول افريقيه، خارجين السائقين يقاردوا سائقين ما هو شيء رسمي، ما هو احنا مكافحين، مكافحتهم فاتت الاداره بها اللي عندهم بيرمي يا تعود عنده بيرمي فير، عن بيرمي فير ما حد ما عنده عن بيرمي فير ما يعود يمارس النقل الحضري. وفي إن شاء الله تعالى في الآونة القريبة هامنا نعدلوا محطة عمومية إنقار سنترال في المطار القديم، ياك تعود مثلا شاملة وبين مقاطعات المدينة كاملة، وله تعدل إن شاء الله تعالى عن قريب. هذا وبدأنا بعد مهم عطيتونا شي ندرو في ليد سأل عن الناس خاصة المشاهد العادي. بدأنا من عام 2017 نعدلوا إحصائيات للطرق، مهمات هذه الإدارات كاملة، كيف إدارة الترافو بوليك والبنى التحتية، وكيف الانيتيد ايكونوميك المسائل. يا كل خطر نعرفوا اللي قياسه من وجهه وصيفته وماركه
والرافده كيف العاد بضاعه معروفين الوتات 10 طن ومعروفه 20 طن ومعروفه 40 طن وعدنا لها عدلوا محطه الوتات الكبارات وفتنا درنا فيها ميزان ياك يتم يوزن الحموله ياك به اللي احنا طرقنا دائما تخسر به الحموله اللي تمشي عليها ذيك الحموله اللي تشالت عليها تم تخرص لها نديروا اربع ميزانات على الطرق الاربعه حطار قشوشت نوادي نحاور الطرقيه كلها نحاور الطرقيه اللي تاخر فيها كامل وهذا فتنا درنا عمل عدلنا واحده على طريق الامل وارك وافيه ولا ان شاء الله تعالى تبدا قريبا لا متباركين مع اجراءاتها تعامل بعد المزال يعامل به مع الوتات خاصه الحمول الكبرى مازال فيه ياسر من هم قلت الصرامه حق هم روايه معدلين احنا معدلين في هذا السرشارج معدلين له حكما مع حد ما خرج الميزان والميزان وافي ولا ان شاء الله تعالى فتنا اجتمعنا بالناقلين اجتمعنا بعد بعيني يكسروا عليهم الحموله ويوقفوا معهم بعيد منهم وذاك كان الفوق يديروه في بيس من نقر هذاك تحايلات يرجعوا خارج لا يراعوا فيهم خارج من التحايلات يخرج دائما وما قاعد يمشي من هنا 25 كيلو يجيهم متات اللي هو يرفدوا قال بعد التحايلات قاعد مثلا قال يرجعوهم من 75 كيلو وترى قضيه ثايره ياسر من الجدل متعلقه بالسلام سلام سلام مسائل نناقش فيها وفي قضيه متعلقه بالارواح ورك الحموله ما يعرف تتخطى وتر كبيره ما يعرف تتخطى 80 سنتيمتر وفي الوتات الصغيره ما يعرف تتخطى 40 هذا مقرر فتنا قررنا والسلطات الامنيه تشتغل به مقرر ومشترك مع السلطات الامنيه الله يعاونكم ان شاء الله ندور ان شاء الله ندور مزلنا نرجع لكم باذن الله تعالى سيد المدير الحديث ياسر ومتشعب حول طريق روسو ما الجديد بشان هذا الطريق اللي البعض يصفونه لا ينتهي العمل فيه شكرا استاذ ان جاوبك على السؤال اختار شوي نرجع لسؤال طرحته للزميل فيصل في اخبار الترميال كونتينر هذا المشروع اللي نحن نعتبره عنه مشروع مهم ولا يمكن الميناء منه تعود صادرات والمواذيب المالي كبيره جدا هذا المشروع لا يمكن من انجاز رصيف خاص بالحاويات ورصيف خاص بالمواد البتروليه والتعاقد تم مع الشركه وتم عن طريق شراكه بين القطاع العام والخاص معناتها الدوله ما هي متكلفه بوحده هو يكلف 390 مليون دولار ليتكلف الشريك الاوبراتور هو اللي يعدلها ولينفذ الاشغال وليستقلها لفتره معينه ويتم يعطي سنويا ايرادات للدوله وفي نهايه الفتره اللي متعاقد معها لها يتم استغلاله ويرجع استغلاله للدوله وبدون أن يمس أنشطة الميناء الآخر كانت عنده ما عنده خصوصية ولا عنده إكسكلوسيفيتا يعني ما عنده يعني خصوصية به في الحاويات وحدها حتى الميناء نفسه يقد يستقبل الحاويات لأنه فيه تخصص فقط يعني تسهل عملية التفريغ في الميناء ومكان تسريع يعني هاي العمليات والاشغال الدراسات التنفيذيه بدات الشركه فات قدر من عمالها وبدات الدراسات التنفيذيه والمتوقع ان مع الشهر الجاي يعود اليات الثقيله اللي تبدا العمل تكون موجوده هنا يونيو شهر يونيو يونيو تقريبا نهايته يكونوا موجودين هنا ولا يبداوا ان شاء الله العمل هذا بسد المشروع ده بخصوص طريق روسو للاسف عرف قدر من المراحل لا بغيت نرجع لكم هنا عندكم في الوقت كان ندور درك الجديد الجديد فيه هو درك تم تعاقد فيه من سنه تقريبا مع شركه فرنسيه شركه كبيره معروفه سوجيا ساتوم وجابت معداتها كامله وبدات الاشغال فيه ونحن نعتبر عنها فعلا فتره بدات في البدايه بدات فيها اشهر ست اشهر تقريبا كانت التحضير وكانت التجهيزات تجي فيهم يقارب من له شهره بدا العمل بانتظام وبريتم معقول مالي ودور ينتهي لحد اليوم ما في تاخر عن الاجال اللي عندهم هم ودور يوفوا في الاجال اللي عندهم بدا العمل معاهم وعندهم 27 شهر ويدور يوفوا فيها شركه مقتدره وشركه عندها امكانيات كبيره معروفه على المستوى الدولي وشابت الاليات المطلوبه للمشروع ونحن متابعين معها يوميا تنفيذ الاشغال وفيه استماعات دوريه
تتم كل شهر، في زيارات دورية كل شهر لتنفيذ مشروع، وما فيه المخطط اللي عندنا موجود معها ما فيه تأخير لحد الساعة. مفترض 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 عنه يوفنت الثالثة والنص، مفترض عنه يوفنت هو عنده 27 شهر تقريبا، فاتمه تقريبا 12 شهر، باقي له تقريبا 15 شهر ودور يكتمل فيه. اليوم فيه قريب من 40 كيل تقريبا فات 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 وفات، ولا شو 30 كيل فات وفات من 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 الطبقه الاولى، الطبقه لاكوش دو باز اللي هي اللي انا فهمتها كرهبي تيم من 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 الاسفلت، يعني ما هي من ما هي طريق ما هي ما هو اصلا الطرق العادي اللي عندها طريق، عنده خصوصيه انه في طبقتين من من الاسفلت، طبقه الاساس طبقة لاكوش دو ما هي الاخرى من الاسفلت، وهم عندهم 40 كيلومتر مفتوحه حالا موجوده حالا. وبالنسبه اللي تراه ترى اسمها متقدمه حتى تيجنت حال على مشارف تيجنت، يعني قريب من 70 80 كيلومتر تيجنت. اذا نحن نعتبر انه التاخر اللي خلق فيه خلق في بدايته، للاسف دخل قبلته شركه وتومباتان فايت، بعد عقبه تم فسخ العقد معها، يقال الساعه اللي قبلته هاي الشركه ما تتم، يعني اي يعني خوف انه يتاخر ان شاء الله، لانه شركه كبيره. وبخصوص طريق الامل، طريق الامل فيه بالله، طريق الامل فيها فيها جزء معروف كان طريق المشروط بوتيليميت، كان يعني متهالك، بدا تنفيذ الاشغال فيه في الجزء الاول بيكاز 858 انتهت الاشغال فيه، من 58 حال الاشغال فيه باقي من 7 كيلومترات ولا 8 تقريبا دور توفا. الجزء المتبقي اللي من 108 الى 150 يدور مدير ان شاء الله يتواصل فيه الشركات الموجوده حالا، تواصل معها تنفيذه. في طريق بوتيليميت الاق اللي هو الاخر متردي وضعيته حالا، المناقصه حالا ماشي، وحتى الشركات المؤهله معروف انتظروا فقط اجراءات التعاقد العاديه، معناها انه ظرف شهر شهرين تنتهي اجراءات تعاقد الصفقه وتبدا الاشغال فيها مباشره بعد ذلك، تمويله موجود. بين بوتيليميت ونواكشوط تقريبا يوم اوت، بين بوتيليميت ونواكشوط يا طيوف حتى شهر تقريبا كان في شركتين يشتغلوا عليه، باقي من 7 كيلوات معناته من هون لنهايه جوان يكون منتهي، ينتهي سابق حتى الفتره اللي كانت مخصصه له اللي فيه شركتين يشتغلوا فيه. باقي 42 كيلومتر لا يواصل اليها الشركات اللي كانوا موجودتهم يتعاقدوا معهم عليها. اذا المكتمل مكتمل طريق الامل من من واكشوط الى الى بوتيليميت في ظرف تقريبا 6 اشهر 7 يود مكتمل فيه كامل من هاي 42 بالاضافه اللي كان الاول مبارك معه. طريق بوتيليميت الاق لا يبدا ان شاء الله في ظرف شهر او شهرين، لانه تعاقد باقي لا باقي قضيه التعاقد. وهذه المقاطع كانت مترديه تقريبا من طريق الامن الاخرين كامل كلها وضعيتها ما زالت لباسه لها جيده، ما عدا مقطع بين طنطان والعيون والاخر ان شاء الله قبل نهايه السنه دوري تنطلق مناقصته. قطاعكم اللي زقلع على البنى التحتيه بشكل عام، ظهر لكم عنه راد السوق وظهر لكم عن المبالغ عنها مشات، في من دراية كان المبالغ المستثمرة تتناسب مع النتائج اللي انتم غالي عنها، هذا ما هو محتاج على السلام، لان هاي الطرق قيمتها قيمتها معروفة، لان حد قد زار منطقة سابقة عدلها طريق لين يجيها عقب تنفيذ اشغال فيها يدور يعرف قيمة الطريق، حد مثلا يعرف باسكنو سابقة عدل شروط الطريق، حد يعرف بار كامل كان ما كان يوصل شيء سمن الخليج، حد يعرف مثلث الامل هذا افوت كامل ما كان شيء يوصله، وكان حد يوصل على الياس بزمن، حد يعرف الطريق اللي يمشي من طريق من هون وعد زويرات يعرف انه ما يصل له ما هو الياس من الوقت، معناتها قيمتها هذا بعد من ناحيه الكونفور من ناحيه هذا، فم كذلك قيمتها الاقتصاديه، لان الطريق يمكن تخفيض كلفه النقل، كلفه النقل معروفه في البدايات اللي كانت ما كانت فيها طريق، حد خلص اليوم عقب انجاز الطرق فيها يدور يعرف الفارق شنو، ويشوف كذلك الفارق في المواد الاساسيه كانت اسعارها شنو هي واسعار حركتها شنو هي. اذا ما نلقى هذا السؤال قد مطروح حتى اللي هذا. شكرا جزيلا لكم سيد المدير. باب احمد، كيف قلت لكم قبيل والله اشرت لكم فم بعض القضايا المسجله على مستوى العنصر البشري، فما اعتبار عنه على مستوى شركتكم لناك فعلا تكوينات والاهتمام بالطاقم البشري بالمقارنة بين المرحلة اللي هي فيها ومرحلة سابقة، والله المرحلة السابقة على هذه المرحلة
الاهتمام بالتكوين وبالطاقم البشري، يعني لا يقارن، كان الاهتمام أكبر في المرحلة الأولى، فعلاً أنا فترة تأسيس وكانت فيها فترة تحديات كبيرة، موريتانيا عليها بعض الملاحظات على مستوى الملاحة الجوية، غير كان مستوى الاهتمام اللي يقولوا المراقبين عنه كان أكبر في كل مرحلة من المرحلة حالاً. أيضاً ضم قضية مشكلة عمال الموريتانية الطيران اللي لا يوجهوا شور أفروبور ولا وعدلوا وضعيتهم شنهي، فمقدر من الشكاوى المسجلة على مستوى الطاقم العنصر البشري اللي كنتوا تحدثوا عنه، اختير موجه إجابتكم بهذين الإشكاليتين. فيما يتعلق بالعنصر البشري، الوكالة الوطنية للطيران المدني هناك هي رأس القاطرة في مجال نظام الطيران المدني في البلد، والوكالة الوطنية للطيران المدني سهرت على إيجاد عنصر بشري وطني كوف يخدم في جميع المجالات اللي عندها صلة مجال الطيران المدني ككل، سواء العمال والموظفين على مستوى الوكالة نفسها، وسواء على مستوى الملاحة الجوية العاملين في لاسكنا من المواطنين الموريتانيين، وسواء الكفاءات البشرية اللي تخدم في الناقلات الوطنية وفي مؤسسات تسيير أو سلطات تسيير المطارات. هم قايلين عليه فورماسيون والابتعاثات كانوا أكثر هم مرة فايتة نظرك. لا لا، هو برنامج التكوين في تحسن مستمر، معناها من غير ممكن تعود مرحلة معينة كنت عندك مستوى معين تتراجع وانت تسعى للأفضل. لأن احنا اليوم في الوكالة الوطنية للطيران المدني البرمجة اللي معدلة في تحسن، ومراكز التكوين اللي تتعامل معاهم الوكالة وتوجه لهم وتختارهم على معايير معينة، معايير طموحة جدا، هذو في زيادة وفي انتقائية في تحسن مستوى الانتقاء لها. من المستبعد انها تعود كانت مرحلة معينة احسن ومن بعد تتراجع، لا، هذه تعود افكار مغرضة، دعايات الى غيره، لكن الواقع المعاش ان الحمد لله في تحسن، ونفهم خطة هذه الخطة مراقبة من طرف المدير العام كما قلت لكم الوكالة الوطنية للطيران المدني محمد أحمد البعسرية تفعيلها والعمل عليها يوم بيوم وشهر بشهر ومحدد سلفا، ويتم توثيقها في الميزانية العامة للوكالة. أنا عن كل إدارة فرعية، إدارة نقل جوي، إدارة الملاحة الجوية، إدارة السلامة الجوية، إدارة الأمن والتسهيلات، أي إدارة من هذه الإدارات عندها برنامجها اللي موافقة لها عليه سلفا واللي وافق عليه مجلس الإدارة لسلطة الطيران المدني، معناها أنه الوكالة الوطنية للطيران المدني، معناها أنه ما تقضية مرجوع لها، وكل السلطة كل إدارة مديرها والمي اللي هم اللي يعربوا عن حاجياتهم. واضح واضح الفكرة اللي بنشتغل عليها. المي اللي يلا يسوها فروبور وضعيتهم ركشن مي ناقلة وطنية كانت فضعية معينة وعادت فضعية أخرى، كانت عندها شيء قالوا الخدمات الأرضية، هذه الخدمات الأرضية تم منح حق توفيرها للشركة الجديدة لتسيير مطار التونسي اللي هي أفروبورت، والعمال الموريتاني العمال اللي كانوا موجودين في 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 جانب الخدمات الأرضية اللي هي لاستانس أنيسكال، هذو اللي يمشوا على لاستانس أنيسكال شور بملي متخصصين في المجال وكانوا يخدموا فيه ومرتبطين به والتعاقد معه مصنع للخدمة لطبيعة الخدمة. نتيجة طبيعة الخدمة اللي كانوا يقدموا مراكزهم الوظيفية لا ينتقلوا مع 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 انتقال الخدمة نفسها اللي انتقلت من شركة لشركة، والباقي عمال الموريتانية للطيران باقي في الموريتانية للطيران في المراكز اللي كانوا يخدموا فيها، وعلى أساس طبيعة الخدمة وطبيعة التعاقد معه أصلا والتكوين اللي يسمح لهم بأنهم يشتغلوا أمور معينة وأمور أخرى ما هم معنيين بها في الأساس. هذه هي الوضعية. فيما يتعلق نرجع شوي نثير قضية هذه البنية التحتية وتأثيرها اللي سويت اللي طرحته فيه السؤال. أعلن هذه المطارات تحديثها وبنائها وتوسعتها وإنشاء مطارات جديدة كيف مطار التونسي وكيف مطار بيرم مقرنين، والتوسعه اللي حالا في المواليبو وفطا وخضع لها المواليبو بعض سلفا وخضع لها طار وخضع لها سيلي بابي وحالا مطار النعمه، هذه
تخدم حركة النقل الجوي، تخدم صناعة حركة النقل الجوي في البلد، وتوفير الفرصة هو اللي يجيب النتيجة. احنا كنا في إحصائيات من 2008 تقريبا حوالي أقل من 100 ألف مسافر سنويا مغادر وواصل أرض الوطن. اليوم الضعف 14 سنوات الضعف، عاد تزيد على 200 ألف، تزيد على 200 ألف بالنسبة للنقل الدولي اللي يعني على خطوط دولية. النقل الداخلي زاد هو يسول عنه من دراية كان في المستوى. بالنسبة للنقل الداخلي كيف ما قلت لكم، خاصة النعمة بليدات اللي نعمة مطروحة أخبار، الحاجة موجودة، يا غير تبرير الخدمة، تبرير إيجاد الخدمة والصرف عليها، ما فات الحاجة عاد تتواكبوا. أنت إذا عدلت خط وعد النعمة، وشركات النقل الجوي تشوف اليوم تتهاوى نتيجة الخسارات المادية، من يعود خط النعم مستوى المردودية ومستوى الإقبال عليه، ما يقدر يغذي الخط نفسه، الخط ما يقدر يفتح به اللي الطلب عليه، ما هو مغذي. راجين إن شاء الله عن الطلبات لفتح هذه الخطوط الداخلية، عنها توصل المستوى اللي البعض يقول عن الشرائك الوطنية عن أهم فيها جانب السيادة قاعمنا. طبعا جانب السياده موجوده، غير جانب السياده ما دام موجود مولين لا بد له من انت ما قلت بالطائره وتمشيها في رحله فيها خمسه رواقيج، هي طاقه الاستيعابيه 100 ولا تزيد على 100، هذا اسراع ما ينقبل طائر اخرى، حتى تسديد الموارد مولي مطلوب، ما ينقبل طائر قد حمولتهم 100 زايده، الطائرات اللي حمولتها 100 زايده تقدر تنقبض ومقبوله بهم، طائرات اقل من ذاك، يا غير ما فات مستوى الطلب الحجم واللي المستوى اللي قد يشتغل المهم، بالرغم من احنا نزلنا من 100 زايده شور 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 شو 50 وشور شو 70. الناقل الوطني يارك عنده 6 طائرات، 3 بوينغ و3 امبرير وصغرهم امبرير 145، هذه ترفد زياده على 50 شوي، وهذه قلت عدا راح على الداخلي غير للمستوى مولي، ما السوق ما فات وصل له شيء، ما فات وصل له الطلب، وهلي عن توفير العرض فيه يعود اسراف تسيير الموارد العامه اللي كل حد مسؤول عنه. شكرا جزيلا لك باب احمد دمبابا من القضايا اللي ينطرحوا ما يتعلق بقطاعكم، قضيه السلامه الطرقيه اللي شرطوا لها، قضيه الحوادث وكثرتهم، أيضا على مستوى نواكشوط قضايا الزحمة، والمعد البرنامج يقول يطرح لكم قضية البطاقة البيومترية، خليكم تجاوبوا. على كل حال سابق قلنا نرجع للأسئلة، نبقي نوضح شوية قضية تكسير الشديد وخبارها وبيل، قضية فما جانب يحركوا هنا لأن الدولة لزمن قضت على هذا الفنومين ذهو، وعدلت الرخصة الخضراء لا من أجل هذه الرواية هي، ولا يجد تعدل الرخصة ما عاد مكون أساسي من مكونات الملف البطاقة التعريف، يعني حد ما هو موريتاني ما يجد قاعد يطرح البرمات لكم، هيك الرخصة يقدر يراها لا مواطن موريتاني، ولين هو يراها يعود عاد يحتكر هذا بعد اللي قالوا النقل اللي عدلهم، ما يقدر يعدل أجنبي وسلطات الأمنية ما هي باخل الشيء ذاك. تجاوز ما نقدر نتكلم عن المخالي قناع السلطات الامنيه وقوف له، ما يتكلم درجات قط انه اجنبي يعدل يمارس هيك المهنه ما 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 دخل من هذي نزال ولا خارج. على كل حال بعد الدوله قبضت مسؤوليتها فيها، قبضت رخصه خاصه اللاب هذا هي كانت قد تقضي عليه وتوفى، والعمل نعرف عنه دور، نعرف ان السلطات الامنيه ما يباخل شيء ذاك حسب المعلومات اللي عندي. شو ما يتعلق بالسلامه الطرقيه، موضوع أهم، ويلا نعود وقاعد نعدلوا له، وفتنا عدلنا معكم فيه هون حصص به اللي رواية تهم كل مواطن وتهم كل مسؤول وتهم كل رجاج به اللي شيء كامل يتعاد يتعلق بالراح أت معتلى عنده حدوده الأهمية، معتلى حد يقدر أهميته كذا وكذا وكذا، لكن يلا عاد توحي فيه الناس كاملة تعرف عنه مهمة، هو ياس نص منه يجي من التصرفات البشرية، يعني فما معايير معروفة للسياقة ويلا يعدل كومبورتمان معروف، يلا حد يعود هو اللي يجي غير حقتا، فما تقصير في ذاك الجانب ذاك، والناس تصرفه في التحلاك وسياقة تصرف يقل شوية من التركيز، يعني بسيط إن الأجاج يقول على أن
ان فهم قلت كذا وكذا وكذا غير يا الله يرجع للسائقين والناس اللي تحرك الوتات هون وميتان ان زاد اللي هي تود عندها اخلاق تتماشى مع المهنه. والثاني فاتوا عدلوا فيها هون عدلوا فيها وضع استراتيجيه عامه وتهدف من الحد من الحوادث بنسبه 25%. وظاهر اللي اعلن المعطيات بعد اللي عندنا احنا توحي على فهم نتائج ايجابيه. الناس ما تقدر تتصورها غير قلت لكم بغير مداخلتي انها بيها انها الواحد يرقل له اقول لك ستينات وثمانينات كان كذا وكذا غير ستينات وثمانينات البارك كسا اللي عندنا هون الاوتوموبيل الوتات اللي عندنا هون يحركوا ما هو الحجم اللي عندنا حاله نضرب في شوط معناه لكن ذيك النسبه ما يتحدد ذيك المقارنه ما يصالح اللي احد عنه يمشي على المقارنه الصحيحه ان رجال يعرف ان الوتات زادوا اكثر من اللي كان خايف هذا حقه. وكيف قال الاخ قبيل مولي يقعد مولي في العاصمه نفسها ياسر من النواقص لقيته في التخطيط اللي يخلقه عادي يخلق فما زحم تين يعني يعود مولي لا من التصرف يوقف واحد وقفه يعرف انه ما يصالح يوقف هو وراه تقول له على انه يعدل عن هاك ولا عدل عن هاك تدخل منه ضيق هذا نعرفه عايشين واحنا كاملين حل بالله الحركه نعرفه ما دام المواطن ما هو معاون في ما هو قابل معاون فيه لا يتم له في مشكله طالبين على المواطن في المقابل اراه ان سامعين اللي قال وشفناها في كل بلد والكتابات قارينها وحايزينها متحمل المسؤوليه غير طالبين انه يعاون هو من نفسه في تصرفاته لانه يعني عارف انه ما يقدر يصلح بدونه هو في اللي هو الوته هو اللي فيه هو اللي يحركها ينعد ما هو لا يقبل يسير دروات ولا يقبل ما يتخطى البلده ما اشاره المرور ما يتخطاها يكون اللي يعود عاد عنده فيها الحق ولين يقبل يسمع الرجل الامن اللي واقف قدامه اللي واقف الشمس يدور خدمته ويود ما يسمع له ولا يسمع توجيهاته ويود ما يسمع لإدارة النقل إلى مشات سياراته ومشات تعدل تقول واحد حوزي لا والله حوزي لا تعرف يعرف أن المصلحة وإذا كامل لا يتم ناقص طالبين منكم أنكم تعاونوا في ذلك الوقت. ثاني ما هذيك تأمين هذه تأمين رجوعا للتأمين اللي تكلمت عنه تأمين البطاقة الرمادية هذا قرار سيادي ومهم ونقول لك أنه من أهم القرارات اللي قد عدلتهم المهمة منه نعرفها كاملة واحدة أولا بعد كان حد ملكيته هو يتأكد أنها له ومتأكد أنها مولي ما عند حد ثاني يزن بها هون والثانية ما هي ذيك مولي البلاد منفسة تأمنها بياسر من التصرفات اللي عند واحدين فهم أمنية أمور أمنية اللي تعية تعود قلة ضبط هذا ينعكس عليها بارك ما هي ورخص كاملة كان نعود ونعد لهم بيومتريك يعود ضبطة ورؤيتهم مقصودة بالنسبة لنا. شكرا جزيلا لكم السيد المدير فيصل إذا نقل النهري العبارة نقلكم أسئلة من عند المعيد يتكلم معي يعني نطرح لكم ما يتعلق بالنقل النهري خاصة العبارة عبارة روش شكرا على كل حال الشركة الوطنية هي اللي قائمة بدور مهم ذاك النقل دي الحدود اللي بيننا احنا وجار السنغال لانها فعلا عندها ذيك المعدات وتقوم بذاك الدور والله لانه لا يعود حقيقه ثم انشاء كبيره قاعد يتحل محلها قريبا هي الجسر اللي لا يعود لا يربط بيننا احنا والسنغال لانها لا يعود حقيقه ثم السيابيه للتبادل الاقتصادي به اللي حقا حجمه هي ما 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 هو متوازن مع حجمه وين التبادل التجاري مع السنغال ولا اللي عابر صحنا عابرنا احنا وعاد هي عبر السنغال مولي من 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 من, من البضائع ومن التجاره اللي لهي تعود عابره للقاره كامله. معناها ان الدوله قبلت اجراءاتها في ذاك والمشروع متقدم مشروع متقدم وعند مناقصاته فيها تخلقت لا يبدا فيه العمل قريبا. لان حد يصبر عليها شوي دينا يخلق ذاك يخلق ذيك المشا ان شاء الله تقول يسأل شي من الناس علاش احنا هون على طول شاطئنا ما فهم كورنيش كيف خالق مثلا في بعض البلدان من درا انتم مدير فنية كان فهم تفكير في التوجه وكنا قاعد قد نشد الاخبار مع انا قد حضرت عام فايت بورا شمعة البنك الدولي هون في موريتاني للفت انتباه المستثمرين العموميين الخصوصيين ضروره الاستثمار على الشاطئ. احنا ربما نعودوا كنا احنا اكثر اهل الصحراء عاطين الظهر للبحر ما صادين عيوان الظاهر اعلن ذا كامل لا هي تغير بدا حقيقه بدا في نواكشوط في منشات
مهمة، يسوس سياحية منه ويسوم اللي اقتصادية عاد تعدل على الشاطئ، لأنه توجه متزايد ودورة تم لا ينزل، لأنه كيف قلت لك مقبيل الميناء من نفسه أعطاته الدولة حيز جغرافي كبير، أعطاته له مرسوم 2011-144 أعطاته قدر التراب ان ريزيرف فونسيير قريب من 140 كيلومتر مربع ماشي من عند حكمه لتل احمدي لنقطه الكيلومتريه 28 على الرصو جانبها كامل جنوب، اعطاته الميناء لا من اجل ياك يتمكن الميناء بعلن نعود حقيقه قاطره للتنميه الاقتصاديه عموما في البلد. دي المنشآت اللي تكلم عنها المدير العام قبيل بتكلفتها بكلفه الدوله ياسر توسيع لخدمه الميناء كلفه الدوله 185 مليون دولار طبعا قرض من الشريك التاريخي اللي هو واكب للتنميه كامل اللي هو جمهوريه الصين الشعبيه، يا غير بعد قرض يا غير اذا ما قد الميناء يخلصوا يا غير لا يخلص حقيقه انعكاساته الاخرى الايجابيه اللي تخلق على الاقتصاد كامل على الاقتصاد عموما على جميع النسيج الاقتصادي للشركات اللي تكلمتكم عنها اللي عاد في ذاك الحيز وذي اللي اخرى اللي تجي وفي الظرفيه ظركاتي مولي احنا الدوله متباركه مأملين ان شاء الله لنعود مخزون مهم من 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 المعادن النفطيه في شاطئنا. موجود الميناء وبقدرته هذه بقدرته الاستيعابيه جعلت لنعود حقيقه هو المحور اللي تنطلق منه العمليات كامله. الشركات النفطيه اختارته كامله بهذي جبرت فيه اولا سهوله الولوج للميناء او جبرت فيه الترابط قد تجبرها فيه ما تجبرها في الموانئ الاخرى اللي قاعد تشور حائطه بها ولا يقدر يشري فيها شيء. وثانيا جبرت مولي سعه المراسيل اللي تمكنها من تعدل عملياتها بكل سهوله وهذا حقيقه اعطى دفع مهم للميناء في العمليه. شكرا لكم محمد فيصل، لين نبدو معاكم الكلمات الاخيره في دقيقه اعطونا كلمه اخيره. احنا رايحين نقول مولي كيف البيض اللي نقول لكم عن احنا متباركين مع عن تجديد الاسطول ببحث عن ممولين يمولوا عدو دي فينانسمان هذو الوتات اللي مثلا لي بارك اللي متهالك اللي لابد له من سياسه لتجديده. هذيك السياسه هي بحث عن الممولين ورئيس السلطه متبارك معاها فتتصل بممولين ودراسه متقدمه في هذا المجال. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. سيد المدير كلمه اخيره في دقيقه. أقدر أقول عن هذا القطاع أشهد نهضة كبيرة في هذه العشر سنوات الأخيرة حتى شاف هذه الشبكة اللي ضاعفت وهذه المنشآت اللي خرجت اللي كانت تكلفتها كبيرة وكانت مهمة للمواطنين ولحل مشاكلهم وفك العزلة عنهم وتوصيل لهم الطرق اللي ما كانوا بعض الأحيان يحلموا أنها توصلهم. هذه نهضة كبيرة ما كانت تخرج لولا الإرادة الصادقة السلطات العليا البلد فخامة رئيس الجمهورية والمتابعة الحقيقية لهذه الأشغال وزياراتها الميدانية اللي كانت تخرج وبالتالي إن شاء الله هذه الحصيلة اللي قد انضاف لها وسم الشجاع ما تذكرناه قد فات وصل مراحل متقدمة قد ما بدت في شغلة يقار بعد على الأقل حصل تمويله وحصل دراسته وباقي إجراءات شكلية تطلب شوي الوقت من ضمنها جسر روسو اللي تكلمتوا عنه حالا من ضمنها كارفور مدريد جسر كارفور مدريد. اذا هذه المنشآت كامله هذه الحصيله كامله دور تبقى ان شاء الله محفوره في ذاكره المواطن الموريتاني اللي استفاد منها وتبقى محفوره في ذاكره الفريق اللي كان له شرف في انه يشرف على تنفيذها وتكون له حافز ان شاء الله في الواصل في النشر ذا في تطوير هالبلد وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ابو احمد كلمه اخيره في دقيقه. انا نبدا بشكركم انتم على اداره الحوار بصفه محترمه ومستوى عالي من المهنيه. شكرا لكم. واشيد دور السلطات الامنيه الوطنيه في مجال النقل الجوي من شرطه دراك جمارك الى اخره. ونوه بالثقه اللي الحمد لله تم منحها لنظام طيران مدني في البلد اللي عنده الحاله الناقلتين وطنيتين واحده الموريتانيه للطيران اللي عندها نقل منتظم وواحده كلاس افياسيون اللي عندها نقل العارض اللي هو الايرو تاكسي. والثقه الكبيره اللي منحتنا لو اس المنظمه العالميه للطيران المدني في التدقيقات اللي
حصلت مع الوكالة الوطنية للطيران المدني اللي هي رأس النظام نظام الطيران المدني في البلد، واللي مشات من 2008 من مستوى 38% من الانتظامية والاستجابة للمتطلبات المطلوبة، شور ما يزيد على 80% في 2018. ونرجع وننوه بالاكتتاب وتطوير الكفاءات اللي خلق على المستوى الوطني في مجال الطيران المدني، واللي لاسكنا لمنظمة شبه إقليمية احنا عضو فيها، كانت فيها نزر قليل من الموظفين الوطنيين، اليوم الحمد لله بإرادة الوطنية، إرادة السلطات العليا في البلد وإرادة الوكالة الوطنية للطيران المدني، اليوم يشتغل فيها كثير من الشباب المهندسين الموريتانيين، وهذا الشيء يذكر فيه الشكر. كما أتمنى على الله وعلى الشعب الموريتاني إن شاء الله مواصلة نهج الإنجازات العظيمة اللي تحققت في العشرية الأخيرة، وأشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على ما تحقق في هذا البلد، وأرجو إن شاء الله أن يتواصل نحو الأفضل ونحو الأحسن. شكرا جزيلا سيد المدير عبد الحمود. شكرا جزاكم الله خيرا، وأشكركم كما قال سالما أخي على إدارة الحوار، ونأكد لكم على أن هذا القطاع لأنه عرف تقدم كبير في جميع المجالات اللي تتعلق به، وكان من الخيارات اللي عنده خامة رئيس الجمهورية على أنه يدير فيه جهده، وقطع الموريتانيين ما فيها خلاف على أنهم يعرفوا على أنه قد يعدل في ذاك اللي يدل في هذه الفترة اللي هي قلت شوي على الإنجازات قطعا اللي عندنا اللي كنا قد عمل وقت شوي ما خلانا نكمله، كان في أمور محاور مهمة خلقت اكتفينا بهذا اللي عندنا هون، وشاكرينكم على هذا، فلهم فرصة ثانية إن شاء الله نعود نراوغ. شكرا جزيلا محمد فيصل. أولا نود أن نشكر السلطات العمومية على مواكبتها لتنمية الميناء وعلى دعمها له في إكمال برنامجه التنموي، وشكر أيضا عمال الميناء اللي ساهرين على الخدمة اللي هي اللي قدموا للاقتصاد الوطني، وشكر شركائنا كاملين في العملية التنموية اللي قاموا به، وطبعا أشكركم أنتم على إتاحة الفرصة لإطلاع الرأي العام على ما تحقق حقيقة من إنجازات مهمة في العشرية الأخيرة. شكرا جزيلا لكم. ثم كلمتكم الأخيرة أعطيتها لكم الأولين، ما خليتكم للمرة هم التالين، بقيت كلمتي أنا الأخيرة. إذن مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة توجه بالشكر الجزيل لضيوفي كلهم بسمو كلهم بصفتو، توجه لكم تومولي بالشكر الجزيل، وفي نهاية الحلقة ننقل لكم تحيات معد البرنامج سيد أحمد بلسيدنا ومخرجه سعيد والمرابط، ولنجدد لقانا في حلقة جديدة. أترككم في أمان الله.